اذا طاقم التحكيم، شفت البريمير ليج غير البيدج بتاعته لمحمد صلاح بمناسبه مع الدكتور ايهاب الكومي، بنجيب في سيره صلاح. يا جماعه صلاح النهارده ليفربول لو خد الدوري السنه دي بالذات يبقى صلاح السبب. هو طبعا كل سنه صلاح، يعني بصوا لما خده من سنتين ثلاثه كان برضه صلاح السبب، سابع موسم على التوالي صلاح يحقق الاعجاز في الدوري الانجليزي. شوف ماتش برايتون 2-1 عامل جون وجايب جون، ماتش اللي قبليه ما اعرفش عامل جولين وجايب جون، ماتش وهكذا. فصلاح اذا 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 لما ساله جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من هو الاقرب في الثلاثي ليفربول والارسنال ومانشستر سيتي للفوز باللقب هذا الموسم، قال ليفربول الاقرب والاحق. خد بالك، فاذا ليفربول كسب الدوري الانجليزي السنه دي، خد بالك ليفربول النهارده عنده كام، 65 نقطه اعتقد، بعديه الارسنال 63 اعتقد و62 مانشستر سيتي. اكدوا لي يا جماعه الارقام النقط، يعني فرق 3 نقط عن مانشستر سيتي وفرق نقطتين عن الارسنال. 67 65 64 اسف 67 ليفربول، 65 الارسنال، 64 مانشستر سيتي. فكان فوز يعني مهم جدا على برايتون، عامل جول وجاب جول محمد صلاح امبارح 2-1 كسب، واتعادل ارسنال مع مانشستر سيتي، وبالتالي تصدر ليفربول واصبح اقرب للفوز بالدوري الانجليزي. وزي ما احنا شفنا الصفحه الرسميه للبريمير ليج وضعت على الكفر بتاعها نجمنا محمد صلاح. بقى بالذمه بالذمه، في حد ممكن يبقى عنده ده الجوهره دي ويتهم ويقول ويعيد ويزيد ويلت ويعجل؟ انا بوجه الكلام لجمهورنا الجميل اللي ما تخلهوش في بعض الاحيان حد يجرجرك لسكك فتتكلم عن احد اهم لعيبه العالم وهو بينتمي لينا ومننا وحته مننا. فلما نشوف الصفحه الرسميه للبريمير ليج حط محمد صلاح وسط 57 مليون فولو بتشوف نجمنا محمد صلاح، انت هنهزر يا جماعه، يعني هنهزر، ما تقارنش بحد، يعني محمد صلاح ما تقارنش بحد.